لإعلان نوايا للتعاون في ميدان السياحة والصناعة التقليدية، يوقعه من الجانب الجزائري السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حماد، ومن الجانب الفرنسي السيد الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة للسياحة والصناعة التقليدية السيدة أوليفيا غريغوار. ثانياً، مذكرة تفاهم بين مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة الجيرية الفنتوك والوكالة الفرنسية لتطوير. عن الجانب الجزائري، يوقع السيد وزير الاقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد وليد المهدي ياسين. وعن الجانب الفرنسي، الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة السياحة والصناعة التقليدية السيدة أوليفيا غريغوار. Le protocole d'accord entre Algeria Venture et l'Agence française de développement par Monsieur Yassine Mahdi-Wali, ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, et Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et au tourisme. إعلان نوايا في ميدان اقتصاد المعرفة، الابتكار والمقاولية. عن الجانب الجزائري، يوقع وزير اقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد وليد المهدي ياسين. وعن الجانب الفرنسي، الوزيرة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التجارة السياحة والصناعة التقليدية السيدة أوليفيا غريغوار. Déclaration d'intention en matière d'économie de la connaissance, d'innovation et d'entrepreneuriat. Monsieur Yassine Mahdi-Wali, ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et au tourisme. إعلان نوايا للتعاون في ميدان العمل والتشغيل. عن الجانب الجزائري، يوقع السيد يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعن الجانب الفرنسي، السيد أوليفي دوسون وزير العمل والتشغيل الكامل والإدماج. Déclaration d'intention dans les domaines du travail et de l'emploi par Monsieur Youssef Sherpa, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات الفلاحة، التنمية الريفية والصناعة الغذائية. عن الجانب الجزائري، يوقع السيد محمد عبد الحفيظ هني وزير الزراعة والتنمية الريفية.
وعن الجانب الفرنسي السيد مارك بيسنو وزير الزراعة والسيادة الغذائية. Convention de partenariat et de coopération dans le domaine agricole, le développement rural et l'agroalimentaire. Monsieur Mohamed Abdelhafid Hemi, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. الصناعي والتكنولوجي عن الجانب الجزائري وقع السيد أحمد زغداد وزير الصناعة وعن الجانب الفرنسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية. Déclaration d'intention portant sur la coopération industrielle et technologique. Monsieur Ahmed Zardar, ministre de l'Industrie, et Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أما عن الجانب الفرنسي فتوقع السيدة سيلفي غيطايو وزيرة التعليم العالي والبحث. Déclaration d'intention relative aux instituts de sciences et technologies appliquées. Monsieur Kamel Bedari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. في ميدان تكافؤ الفرص عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يوقع السيد رمضان العمامه وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج. أما عن الجانب الفرنسي فتوقع السيدة كاترين كولونا عن الوزارة المنتدبة لدى الوزيرة الأولى المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال والتنوع وتكافؤ الفرص الجمهورية الفرنسية وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية. Lettre d'intention et de coopération pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur Ramtan Namamra, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale, à l'étranger. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. والجالية الوطنية بالخارج عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
أما عن الجانب الفرنسي فتوقع السيدة كاترين كورونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية عن الوزارة المنتدبة لدى الوزيرة الأولى المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال والتنوع وتكافؤ الفرص الجمهورية الفرنسية. Lettre d'intention et de coopération pour promouvoir les échanges dans les domaines de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Monsieur Ramtane Mahamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. اتفاق إطار متعلق بالشبكة المشتركة للمدارس يوقع عن الجانب الجزائري السيد رطان عمامة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أما عن الجانب الفرنسي فتوقع السيدة كاترين كورونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية. Accord relatif au réseau mixte des écoles. Monsieur Ramtane Mahamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. توقيع محضر نقل ملكية لقطع أثرية. من الجانب الجزائري السيد رطان العمارة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وعن الجانب الفرنسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية. Procès verbal relatif à la restitution de 51 pièces de monnaie antique par Monsieur Ramtane Mahamra, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger. Et Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, suivi de Madame la Première ministre et Isabelle Borne. والآن إمضاء محضر نقل ملكية القطع الأثرية توقعه السيدة الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بون وتسلمه إلى السيد الوزير الأول. والآن توقيع البيان المشترك من طرف عن الجانب الجزائري السيد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن وعن الجانب الفرنسي السيدة إليزابيث بون الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية. Comité conjoint du comité interministériel de haut niveau, Monsieur le Premier ministre Ayman Jabhat Rahman et Madame la Première ministre Elisabeth Borne.